البطل المخضرم الكابتن محمود الكردي من 1980 بداية حرب إيران هو بطل العراق وبطل آسيا ومثل المنتخب الوطني ومنادي الجيش ونشرف به بشركة زيونة جروب ويرحب به الكابتن أنور العبودي مدير الشركة وراح أسوي لك خصم لقاعتك جملة تتدلل كونك يعني بالثمانينات أنت بطل العراق وبطل آسيا تغلب على محمود تعير ابو نادي العمانه ونزل ويا صباح طالب وبعد ويا ما نزلت ويا يوسف احمد بطل العالم احمد النجف الله يرحمه محمود زيدان ابو الشرطه علي غني ابو نادي الشرطه شاسب القيسي حي الله محمود الكردي واحلى رماش ايام الزمن الجميل يخرب على كيف اللوفرون وشركه ابلايت افتح